السيسي يؤكد حرص مصر على تنشيط دوائر سياساتها الخارجية والبعد عن أي استقطاب أو محارب. الساعة السكانية تعلن وصول سكان مصر بالداخل إلى 88 مليون نسمة. الأرصاد تتوقع استمرار العواصف الترابية على مختلف أنحاء الجمهورية. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لآخر وأهم الأنباء، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تحرص على قيام ثورة 30 من يونيو على تنشيط دوائر سياساتها الخارجية وبناء علاقات تعاون وثيقة بمختلف دول العالم، كما تبتعد عن أي استقطاب أو محاور. وشدد الرئيس في حديثه لوكالة الأنباء الروسية على ضرورة معالجة الأزمة السورية سياسيا، محذرا من مخاطر تقسيمها. كما شدد السيد الرئيس على خطورة ظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيمات المتطرفة والإرهابية في سوريا، مبرزا ضرورة التعامل مع هذه العناصر المسلحة بصورة تحفظ الأمن الإقليمي والعالمية. هذا وقد غادر الرئيس الروسي القاهرة مساء أمس بعد زيارة استغرقت يومين، اتفق خلالها مع الرئيس السيسي على تكثيف الجهود في مكافحة الإرهاب، كما اتفق الجانبان على إنشاء محطة للطاقة النووية لفتح مجالات جديدة أمام الاقتصاد المصري. اتفقنا أيضا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما وأن روسيا تتمتع بمزايا نسبية كبيرة وخبرة واسعة في هذا المجال الذي تليه مصر اهتماما خاصا في إطار خططها الطموحة للتنمية وتوفير احتياجاتها من الطاقة. من جانبها قالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تعارض مذكرة التفاهم التي وقعت عليها مصر وروسيا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة بشأن بناء محطة نووية في مصر. وأكدت ساكي في تصريحات صحفية على دعم الولايات المتحدة لبرامج الطاقة النووية السلمية في إطار الالتزامات باتفاقية حظر الانتشار النووي التي تعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها، وكذلك بالتزامات المنظمة الدولية للطاقة النووية وأقصى درجات المعايير الدولية للأمن وحظر الانتشار النووي. وصل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى إمارة دبي صباح اليوم في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق يومين، يشارك خلالها في القمة الحكومية الثالثة التي تعقد بدبي. ويلقي محلب اليوم الكلمة الرئيسية بالجلسة الختامية للقمة التي استمرت لمدة 3 أيام تحت عنوان استشراف حكومات المستقبل. كما يلتقي رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لبحث التعاون المشترك بين البلدين. تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، وتواصل المحكمة اليوم سماع مرافعة دفاع عدد من المتهمين في القضية التي تضم 131 متهما، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الأخوان، حيث يحاكم 22 متهما حضوريا في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانية. أخلت نيابة شرق القاهرة سبيل 18 من مشجعي نادي الزمالك الوايت نايتس المقبوض عليهم في أحداث الدفاع الجوي بكفالة 200 جنيه لكل منهم، وأمرت بحبس 3 آخرين و15 يوما على ذمة التحقيقات. ووجهت للمتهمين تهم إثارة الشغب والتعدي على قوات الأمن ومحاولة اقتحام استاد الدفاع الجوي بالقوة وحيازة الشماريخ وإضرام النيران في سيارة شرطة.
أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تمام 8:05 صباح اليوم أعلنت وصول عدد سكان مصر إلى 88 مليون نسمة بزيادة تبلغ مليون نسمة في أقل من 6 أشهر بمعدل 5695 فرد كل يوم و 3.95 فرد كل دقيقة وزيادة فرد واحد كل 15.2 ثانية. وختاما إلى أحوال الطقس، حيث يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة لليوم الثاني على التوالي، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة لتكون دون معدلاتها الطبيعية، فيما رفعت أجهزة الأمن درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي حوادث قد تنجم جراء تلك الموجة المناخية المضطربة، مناشدة السائقين توخي الحذر على الطرق السريعة والالتزام بالسرعات المحددة. ختاما نذكر بأبرز العناوين. السيسي يؤكد حرص مصر على تنشيط دوائر سياساتها الخارجية والبعد عن أي استقطاب أو محاور. الساعة السكانية تعلن وصول سكان مصر بالداخل إلى 88 مليون نسمة. الأرصاد تتوقع استمرار العواصف الترابية على مختلف أنحاء الجمهورية. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني النهار live.net. كما يمكنكم التواصل أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، يوتيوب، إنستغرام وغيرها. نهاية الموجة، شكرا لكم وإلى اللقاء.